flu, Ebola, and Zika. وإيبولا وزيكا وبالتالي تحت قيادتي كان موقفنا جيدا للاستجابة إلى كوفيد 19 على ما لا يقل من عاقين قبل انتشار كوفيد استثمر ملايين مليارات من الدولارات في الأبحاث وكلها قادت إلى التطوير السريع للقاحات كوفيد 19 بعد أقل من 11 شهر من التعرف على هذا الفيروس الجديد اللقاحات الآمنة كانت متوفرة بشكل كبير وإنجاز غير مسبوق في تاريخ علوم اللقاحات التي أنقذت أرواح عشرات الملايين من الأشخاص حول العالم. الآن سأستغل ما تبقى من وقتي للتحدث عن مسائل معينة شوهت بالكامل حولي. أول مسألة تخص تصرفاتي فيما يخص إمكانية أن ساس كوفيد 2 نجم عن تسرب من مختمر. في 31 من يناير 2020 أبلغت بمكالمة مع جيرمي فرا مدير الوالكم تراست في بريطانيا وكريستيان أندرسون عالم مشهور في سكريبس إنستيتوت أنهما وأدي هومز عالم بيولوجيا من أستراليا كانوا قلقين من أن التسلسل الجينومي للوباء أشار إلى أنه يمكن تم تلعب به في مختبر. شاركت في مكالمة مع 11 عالم فيروسات عالميا لمناقشة هذا الاحتمال مقارنة من انتشار من مزرعة حيوانات وجدالات لكافة الاحتمالات. اثنين من المشاركين شهدوا أمام هذه اللجنة أنني لم أحاول أن أوجه النقاش بأي اتجاه وقرر أن عدة مشاركين سوف يراجعون التسلسل الجينومي وبعد هذا العدد منهم كانت لديهم مخاوف حول التلاعبات بالمختبرات أصبحوا على قناعة من أن الفيروس لم يتم التلاعب به بشكل متعمد واستنتجوا أن السيناريو الأرجح هو انتشار من مزرعة حيوانات ولكنهم كانوا منفتحين لاحتمالات إضافية ونشروا رأهم في أدبيات علمية. الاتهامات حول تأثير على العلماء لتغيير آرائهم من خلال رشوتهم بملايين الدولارات بأموال المنحة هي زائفة بالكامل وبكل بساطة مشين لم يكن لديه دخل في محتوى الورقة التي نشرت. المسألة الثانية هي اتهام زائف من أنني حاولت تغطية احتمال أصل الفيروس من المختبر. الحقيقة هي عكس ذلك تماما وأنا أقتبس الآن من البريد الإلكتروني أرسلته إلى البروفيسور فيرار في الأول من فبراير 2020. أقتبس جيرمي لقد أكملت مكالمة مع كريستيان أندرسون وعبر عن مخاوفه حول الفيروس وقلت له أنه في أسرع وقت هو وأدي هولمز يجب أن يجمعوا مجموعة من علماء البيولوجيا مراجعة البيانات لتحديد ما كانت مخاوفه صائبة ويجب أن يقدم التقرير إلى السلطات المناسبة. وتخيل أنه في أمريكا ستكون هي الاف بي اي وفي بريطانيا ستكون امي 5. في هذه الأثناء أنا سأبلغ زملائي في الحكومة الأمريكية عن محادثتي معك ومع كريستيان وأحدد أي تحقيقات يوصون بها لنبقى على اتصال. تحياتي توني. انتهى الاقتباس. من غير المعقول أن يقرأ أي شخص هذا الإيميل يمكن أن يستنتج من أني حاولت أن أغطي احتمال تسرب من مختبر لطالما أبقيت بالي منفتحا لاحتمالات مختلفة. مسألة أخرى هي ديفيد مورنز والذي يحمل لقب المستشار الأول لـ NIAID ومؤخرا أجرى عليه تحقيقات حوله وبشكل طبيعي بسبب لقبه كان هناك ارتباط بي. وفيما يخص شهادتي الأخيرة أمام هذه اللجنة لم أكن أعرف شيئا عن أعمال دكتور مورنز فيما يخص الدكتور ديزاك وإيكو هيلث
أو رسائله الإلكترونية. من المهم أن أشير إلى أنه على الرغم من منصبه وعلى الرغم من أنه كان مفيدا لي في كتابة الأوراق العلمية، الدكتور مورنز لم يكن مستشارا لي في سياسات مؤسستنا أو أي مسائل أخرى. في NAID كانت لدينا اجتماعات لجانية أسبوعية واجتماعات صباحية مع فريقي المباشر، وحسب ذاكرتي لم يحضر أي من هذه الاجتماعات. علاوة على ذلك فأن مكتبه في مبنى مختلف من مديري NAID. وأخيرا وفي مذكرة غالبية الفريق في ديسمبر 2024 كان هناك بيانا، وأنا أقتبس، الدكتور فاوتشي لما كانت لديه عمل رسمي عبر إيميل شخصي، وحسب ذاكرتي أنا لم أجري أي أعمال رسمية وشخصية باستخدامي بريدي الخاص. أشكركم على إصغائكم، ويسعدني أن أجيب عن واحدة من هذه المسائل ومسائل أخرى خلال فترة النقاش. شكرا. الآن أعطي نفسي المجال لطرح الأسئلة، وأعطي المجال أيضا بعدي للأعضاء. دكتور فاوتشي، فبراير 2021 كنت على مكالمة مع الدكتور فرار والدكتور كولنز وعلماء آخرين حول إمكانية هندسة كوفيد 19. هل كان المدير CDC ضمن تلك المكالمة؟ كلا. دكتور فاوتشي، قلت أنك اعتمدت على علماء الفيروسات حول الوصول لأنك لست خبيرا. هل الدكتور ريدفيلد عالم فيروسات؟ أعتقد بأنه كذلك. نعم. قبل الجائحة NAID منحت 3 منح عبر مركز الدم في نيويورك للدكتور زاو يوسن. هل كنت على دراية بها؟ عفوا، اسم الدكتور يوسن زاو. هل كنت على دراية بتلك المنح؟ اسم الشخص الدكتور يوسن زاو. Your microphone is not on. I'm not familiar with that name. لست على دراية بهذا الاسم. NAID منحت 3 منح عبر مركز الدم في نيويورك إلى ذلك العالم. كان مسؤولا في الصين ومدير مختبر في أكاديمية العلوم الطبية في الجيش الصيني. هل يقلقك إذا ما كانت أموال دفع الضرائب الأمريكية تمول شخصا مثل هذا؟ المنح المقدمة إلى NAID تمر. هل يقلقك ذلك؟ أنا لا أتحدث عن العملية. هل يقلقك أن أموال دفع الضرائب ستذهب إلى شخص أو مسؤول رفيع في الصين؟ يجب أن أعرف المزيد عن ذلك سيد الرئيس، لأني لا أعرف هذا الشخص. هل كنت على دراية أبدا بأن وزارة الخارجية الأمريكية عام 2005 أصدرت تحذيرات من الحكومة الصينية كانت تعمل على خلق أسلحة بيولوجية؟ لم أكن على دراية بذلك. هل ناقشت برنامج الأسلحة البيولوجية الصينية مع أي أحد من المجتمع الاستخباراتي؟ لم أناقش برنامج الأسلحة البيولوجية الصينية مع أي شخص حسب علمي. قبل أو بعد جائحة الكورونا، هل تحدثت مع الـ FBI أو CIA أو DIA أو جهة استخباراتية أمريكية حول الأبحاث الفيروسات من أي نوع؟ What time frame are you talking about, sir? ما الجدول الزمني الذي تتحدث عنه؟ المدة. قلت قبل أو خلال أو بعد جائحة كوفيد 19. هل تحدث مع FBI أو CIA أو DIA أو أي وكالة استخباراتية أمريكية حول الأبحاث الفيروسية من أي شكل أو نوع؟ لا أستطيعك أن الإجابة بالضبط، ولكن خلال هجمات الأنثراكس بلا شك كانت لدينا عدد من الإحاطات بوكالات كانت استخباراتية، ولكن لا أتذكر من كانت، ربما تكون أي واحدة من التي ذكرتها، حول إمكانية أن تكون أسلحة بيولوجية وقعت بين أيدي الأطراف الشريرة أي الإرهابيين، والذين ربما استخدموها في هجوم بيولوجي كان في ذلك الوقت في فترة الأنثراكس.
أشكر إجابتك، ولكن هل تحدثت عن أبحاث الفيروسية من أي نوع؟ مرة أخرى، خلالها كانت هنالك مخاوف من حقيقة أن القاعدة ربما كانوا يستخدمون الأسلحة البيولوجية، وخضنا نقاشات مع الوكالة الاستخباراتية حول ذلك الاحتمال، ولكن ليست مرتبطة بالكوفيد-19، ليس حسب علمي. اسمحوا لي أن أتأكد من طرح الحقائق. بعد التحقيقات وبدء التحقيقات حول جائحة كوفيد-19، أحاطتني عدة وكالات استخباراتية حول إمكانية وجود نشاطات في مختبرات مختلفة. هذه الإحاطة التي حصلت عليها من وكالات استخباراتية. العلماء دائما فتحون للنقاش، وهذه فيها مصلحة. العلم دعم تقييد السفر من دول معينة في بداية الجائحة، وبعد صدور هذه الأوامر وأطلق على الرئيس بأنه عنصري وإكار الأجانب، وأنت وصفت في مقابلة وقلت أنت تدعم تلك الأوامر. والدكتور فاوتشي، هذه الأوامر هل كانت عنصرية أو كارهة للأجانب؟ كلا، لم تكن كذلك. اللقاحات أنقذت أرواح الملايين، وأود أن أشكرك على دعمك وتفاعلك وعملك على ذلك. ولكن على الرغم من البيانات التي تناقض ذلك، فهي لم توقف انتشار الفيروس. اللقاحات كوفيد-19 هل أوقفت انتشار الفيروس؟ هذه مسألة معقدة. في البداية، أول نسخة من اللقاحات كان لها أثر، ليس 100%، أو لم يكن لها أثر عالي، ولكنها منعت الإصابات وبالتالي انتقالها. ولكن مهم أن نشير إلى أن الشيء لم نكن نعرفه في وقت مبكر، وأصبحت أدلة مع مرور الأشهر هو أن قدرة الحماية ضد الإصابة وبالتالي العدوى كانت محدودة نسبيا، بينما مدة الحماية ضد الأمراض الشديدة والوفاة أو حتى البقاء في المستشفيات طال أمدها. ولم نعرف ذلك في البداية، كنا نشعر بأنها منعت الإصابة وبالتالي العدوى، ولكن أثبت ذلك مع مرور الوقت أنه لم يكن أثرا مستداما أو دائميا، ولكن كان لها أثر إيجابي خاص من الأشخاص الضعفاء. ولكن عرفنا من التجارب أن الأشخاص الذين حصلوا على اللقاحات كانوا مع ذلك معرضين للإصابة. فلقاحات كوفيد هل كانت مؤثرة 100%؟ لا أعتقد بأن أي لقاح مؤثر 100%. والآن أعطي الكلمة للدكتور ريس من كاليفورنيا لطرح الأسئلة لمدة 5 دقائق. شكرا. على مدى العام ونصف الماضيين، أنا وزملائي أجرنا التحقيقات حول أصول جائحة كوفيد-19، ولكن بعد مراجعة 500,000 صفحة من الوثائق، وجرينا 20 مقابلة مغلقة، وتلقينا شهادات من حوالي 12 شاهدا أمام هذه اللجنة، فقد لم يحصل على أي أدلة على اتهاماتهم من أن الدكتور فاوتشي كذب حول أبحاث طفرة الكسب الوظيفي في معهد يوهان ما تسبب بجائحة كوفيد-19. ذلك ودون تحدث عن دعوى الجمهوريين عبر تحقيق الغالبية، فاللجنة أصغت إلى 3 تعريفات ل أبحاث طفرة الكسب الوظيفي من بين 3 جمهوريين الذين اعتمدوا على تعريفات شاملة.